بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء وبنات طلاب الفرقة الثالثة شعبة إدارة الأعمال بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ، شعبة إدارة الأعمال بكفر الشيخ، مادة إدارة الأعمال الدولية، دكتورة هناء أحمد خليل. بناء على تعليمات سيادة العميد إن شاء الله هيكون الامتحان زي ما آخر قرار بالنسبة لي لمواعيد الامتحانات، الامتحان يوم 12/6، الامتحان يوم 12/6، امتحان مدتر ما يكون مع امتحان الفاينل النهائي، هيبقى في ورقة لامتحان مدتر وورقة لامتحان النهائي في نفس التوقيت، يعني يبقى الاتنين مع بعض. طبعا الامتحانات هتبدأ يوم 12/6، عندنا تقريبا 3 محاضرات كمان هنحاول نسترجع فيهم كل المقرر. لكن انا طبعا الاسبوع الماضي يا ابنائي شرحت الفصل الاول بالتفصيل، قلت ايه ان شاء الله يكون فيه امتحان مترم، على اساس ان كان اول محاضرة، واول محاضرة بالنسبة لنا كان يعني كان فيه قلة من الطلاب، عدد قليل جدا من الطلاب. فانا ان شاء الله محاضرة اليوم احاول استرجع الفصل التاني اللي هو قلت طالب على عنوانه. طبعا في تسلسل الكتاب، في فصول، الفصل الاول مش عارفه بمعنى المفاهيم، بعدين المنظمات العامه، لا انا اقصد انا هقول اسم الفصل، الفصل والعنوان، اهم حاجه عند العنوان في ترتيب المحتويات، محتويات الكتاب اهم حاجه عند العنوان. يعني احنا عندنا مثلا الفصل اللي انا شرحته المحاضره الماضيه بعنوان تحرير التجاره الدوليه في النظريه الاقتصاديه، ماشي، ده ان شاء الله يكون فيه امتحان مترم. سيادة العميد قال فصلين فقط في امتحان مترم، ما يكون عندنا الاسئله في امتحان مترم في الاثنين مع بعض زي ما قلت يا اولاد. الامتحان النهائي وامتحان مترم هيكونوا مع بعض في نفس التوقيت، بس دي ورقه وده ورقه تانية مع بعض، الاثنين ورقتين مع بعض، ماشي. الفصل الثاني اللي هيكون فيه امتحان مترم اللي هو بعنوان مفهوم المؤسسه من منظور اداري، مفهوم المؤسسه من منظور ايه اداري، يبقى دول الفصلين فيهم امتحان مترم. تعرفين امتحان مترم يا ابنائي على بتختلف من ماده لماده اخرى، ماده مثلا 20%، ماده 25%، ماده 30%، ماده 35%، يعني الورقه دي مهمه جدا جدا جدا. فكون امتحان مترم ما يعلوش درجات على درجات اعمال السنه، اعمال السنه بس اعمال السنه بتختلف طبعا. لا اقصد بقى في شعبه اداره الاعمال بالذات، معلش انا بتكلم دلوقتي على شعبه نظم، لكن الوقت بقول بالنسبه لاداره الاعمال بتبقى 3 درجات، يعني 3 درجات من 20، يعني ايه 17 على كراسه الاجابه و3 درجات على اعمال السنه او امتحان مترم، يعني تقريبا 15%، 15% مش قليلين جدا، ده 15% درجات درجة عالية جدا، يعني من ايه ما نديوش مثلا قيمة اقل، لا تهتم بيه جدا، ماشي. ابنائي نهار الفصل كله كشرح ايضا النهارده شرح تام، وبعد كده هرجع اقول مجموعة من الاسئلة. يعني المحاضرة الماضية شرحت الفصل بعنوان تحرير التجارة الدولية في النظرية الاقتصادية، ده هيكون فيه امتحان مترم، والفصل الثاني هيبقى فيه امتحان مترم ايضا بعنوان اللي هو ترتيبه في كتاب الفصل الخامس مفهوم المؤسسه من منظور اداري. يبقى احنا عندنا بالنسبه لمحتويات الكتاب الفصل الثالث اللي هو تحرير التجاره الدوليه في النظريه الاقتصاديه، والفصل الخامس مفهوم المؤسسه من منظور اداري، يبقى احنا عندنا كده فصلين، ماشي. انا شرحت الفصل الثالث اللي هو بعنوان تحرير التجاره الدوليه في النظريه الاقتصاديه، هبدا النهارده يا ابنائي اشرح مفهوم المؤسسه من منظور اداري، هشرحه طبعا يعني شرح فصل كانه محاضره كامله، ماشي. وبعد كده هعرض مجموعه من الاسئله، فنخلي بالنا يا ابني. طيب احنا عنواننا بيقول مفهوم المؤسسه من منظور اداري، انا طبعا بشرحه شرح تاني شرح، وبعدين هعرض مجموعه الاسئله. بعد كده ان شاء الله المحاضره اللي جايه احاول ان انا اخد شرح بسيط جدا الفصول اللي جايه، بجانب عرض برضو مجموعه من الاسئله. وانا قلت يا ابنائي في بدايه الترم انا هضغط معاكم شويه لما نخلص المقرر، وبعد كده في مفاجاه ممكن يكون فيه اونلاين. سبحان الله فعلا اللي انا قلته اتحقق، ان فعلا انا يابا خلصت محاضرات وبدانا في قال لك كله اونلاين، فالاونلاين هتبقى مراجعه افضل. لكن تعرفوا محاضرات المضره كانت ساعتين، بحاول ان انا اوضح لكم الموضوع بالتفصيل. طبعا احنا عندنا عنوان مفهوم المؤسسه من منظور اداري، كلمه المؤسسه اللي هي المنظمه، المؤسسه هي المنظمه،
المؤسسة مصطلح قديم والمنظمة مصطلح حديث، خلي بالكم. وانا اقول ايه، والله احنا ممكن بقى نغير كلمة المؤسسة ونخليها المنظمة، يعني نغير كل المصطلحات اللي في الكتب، القديمة. طبعا ما ينفعش، مش هينفع، لكن كل طبعا الكتب القديمة فيها كلمة مؤسسة ما اقدرش اغيرها، لان دي برضو للعلماء لهم ارائهم. لكن في الكتب الحديثة زي ما بيقولوا ايه، المنظمة. يعني خلي بالكم يا ابنائي، كلمة مؤسسة وكلمة منظمة بنفس المعنى، لكن المؤسسة مصطلح قديم ومنظمة مصطلح حديث. وانا طبعا كررت المعلومة دي اكتر مرة في المحاضرات الايه السابقة. طب من منظور اداري، كلمة منظور اداري احنا بنظر لها من نظرة ادارية. طبعا منظمة، مفيش منظمة بدون ادارة، لا توجد منظمة بدون ايه، لا توجد منظمة بدون ايه، ادارة. ماشي، لا توجد منظمة بدون ايه، ادارة. ماشي، فعشان كده بنقول ان احنا بقول ايه بقى، طبعا هنتكلم بقى، طبعا هنشرح طبعا كلمة ايه منظمة، اقول يعني ايه كلمة منظمة، يعني ايه كلمة ادارة كتعريف، وبعد كده هبدأ اشرح الايه المصطلحات التانية. كلمة منظمة، كلمة منظمة يعني ايه، هي تفاعل مجموعة من الافراد بعضهم مع بعض من اجل ايه يا ولاد، تحقيق الاهداف الخاصة او العامة. طيب يعني ايه منظمة؟ كيان رسمي يضم عديد من الافراد، كيان رسمي يضم عديد من الافراد من اجل ايه يا ولاد، رفع قيمة المنظمة. ده كلمة الايه المؤسسة. طب احنا عندنا كلمة ادارة، انا قلت يا ابنائي مصطلح ادارة مهم جدا جدا في السنوات اللي جاية او القادمة. يعني لسه انت عندكم طبعا، لسه عندكم العام القادم ان شاء الله، ربنا ينجحكم العام ده ان شاء الله، ولسه عندكم طبعا الفرقة الرابعة. فمصطلح الادارة مهم جدا، ممكن يتكرر في اكتر من مواد كتيرة جدا ان شاء الله. كلمة ادارة، كلمة ادارة هي ايه، يعني كلمة ادارة هي ايه، هي عملية فنية بتقوم بوظائف متعددة مثل التخطيط والتنظيم والتنسيق والرقابة والمتابعة. الإدارة هي فن تطبيقي عن طريق فن تطبيقي عن طريق جمع البيانات والمعلومات من أجل اتخاذ القرارات. الإدارة هي إيه؟ تفاعل الأفراد بعضهم مع بعض ما استخدام الأدوات الحديثة من أجل توفير الخير لجميع أفراد المجتمع. ده تعريف الإدارة من ثلاث اتجاهات. ماشي؟ طيب بعد كده عندنا بقى يا أبنائي نبدأ نشرح محتويات الإيه الفصل كده أو المادة العلمية. عندنا اول مصطلح، بقول اول نقطه في الكتاب بقول ايه، مفهوم المؤسسه من منظور اداري. مفهوم المؤسسه من منظور ايه، اداري. طب احنا طبعا احنا بنتكلم عن الايه المؤسسه من منظور اداري، هنتكلم عن مجموعه من النقاط الاساسيه. انتوا عارفين ان المؤسسه من منظور الاداري مهمه جدا جدا، بننظر لها من مجموعه خلال مجموعه من الايه الخصائص. اول نقطه فيها، تعتبر الإدارة الكيان الإداري، أو الكيان الإداري نقطة ارتكاز الأولى. الرقم الثاني، يعتبر الكيان الإداري بمثابة الكيان المحوري. ماشي، الرقم اللي بعده، الرقم اللي بعده، تعمل محاور كيانات المؤسسة ومحاور كيانات التشغيلية معا في منظومة متكاملة. صعوبة إدارة وتعقد الكيانات التشغيلية. ماشي، يتوقف التعامل مع الكيانات التشغيلية على دور الإدارة، على الإيه، على دور الإيه الإدارة. رقم واحد، أول حاجة، تعتبر الإدارة الكيان الإداري، بتعتبر نقطة ارتكاز الأولى، تعتبر نقطة الارتكاز الأولى بل الأساسية في إنشاء المؤسسة. ماشي، في إنشاء الإيه المؤسسة يتم انشاء طبعا لمجموعه من الاسس العلميه. يبقى اقول حاجه، ان طبعا الاداره تعتبر النقطه الاساسيه او الكيان الاداري او نقطه الركيز الاولى الاساسيه في انشاء منظمه. يعني نقصد ايه، مفيش منظمه بدون اداره، عشان كده بنقول عليها هي نقطه الركيز الاساسيه في اي منظمه. طبعا بتتخذ الشكل القانوني ولا اجراءات ووثائق رسميه في اي منظمه. طيب النقطة الثانية، بيعتبر الكيان الإداري أيضا بمثابة الكيان المحوري. يعني إيه كلمة محوري يا ابني؟ يعني هام أو جوهري أو هام جدا. طيب المؤسسة بتركز عليه في إنشاء وتصميم أي مكان، أو نقولها بأسلوب آخر، هي بتعتبر إيه
محاور أربعة عن طريق مثلا التخطيط والتنظيم والتنسيق والرقابة والإيه، يعني المفروض تكون مثلا الأربعة ده المفروض نكون وظائف الإدارية: التخطيط والتنظيم والتنسيق والرقابة والمتابعة. هقول يا أبنائي اللي هي وظائف الإدارة بالتفصيل شوية، مش موجودة في الكتاب إلى حد ما، شرح بسيط قوي، لكن أحاول إن أنا أقول لكم كل النقاط دي بالتفصيل. اللي هي وظائف الإدارة: التخطيط طبعا مهم جدا، هقول النقاط دي كوظائف إدارة بجانب ممكن يجينا اي تعريف من التعريفات ديت، ممكن ناخد الجمل ديت ونحطها في التعريف. يبقى وظائف الاداره هي تخطيط تنظيم تنسيق رقابه ومتابعه. التخطيط هو اول وظائف الاداره، وهي تقسيم العمل بين الافراد. لا، التخطيط هو رسم السياسات وتحديد المهام والتنبؤ بالمستقبل حسب الاحتياجات الماديه والبشريه. التنظيم هو تقسيم العمل بين الافراد حسب التخصص او وضع الفرد المناسب في المكان المناسب. بعد كده التنسيق. التنسيق هو تفاعل الأفراد بعضهم مع بعض من أجل تبادل الآراء والمعلومات والمقترحات وحل المشكلات. الرقابة تبدأ من أي أول عملية إدارية حتى نهايتها، ولا توجد أي عملية إدارية بدون رقابة. المتابعة هو معرفة ما تم ولم يتم إنجازه من أعمال. يبقى أنا قلت كده يا أبنائي إيه خصائص الإيه الوظائف الايه الاداره من خلال نقطه اساسيه اللي انا بقول من خلال عنوان: بيعتبر الكيان الاداري بمثابه الكيان المحوري. وكلمه محوري يعني هام جدا، او قضيه محوريه او قضيه هامه. طيب بعد كده هنقول النقطه اللي بعدها: محاور كيانات المؤسسه. بتتفاعل كل الكيانات مع بعضها وتمثل منظومة متكاملة. زي ما انتم عارفين يا ابنائي ان احنا اي محاور داخل اي منظمة، كل محور له مثلا اتجاه خاص به في كل حاجة، لكن كله بيتفاعل مع بعضه تحت اسم مثلا ايه منظومة متكاملة. ماشي. طبعا في اي ادارة فيها دايما صعوبة، فيها تعقد وفي تشابك بين الكيانات التشغيلية الايه المختلفة. ليه؟ لان انتوا عارفين اي كيان معقد في تكوينه في الاول خالص، غير ما انه بيرتبط بكيانات اخرى، لكن في نفسه بيعتبر ايضا له حاجات كثيرة جدا فبيعتبر معقد. طيب ان جميع هذه الكيانات متداخلة برضو متشابكة ومرتبطة بعضها مع بعض. ماشي. طيب رقم، وبرضو صعوبة التعرف على تأثير بعض المتغيرات على هذه الكيانات. يعني احنا عندنا كيانات مثلا، عندنا مثلا ايضا متغيرات سياسية اجتماعية اقتصادية اخلاقية لحد ما. طيب بعد كده يتوقف التعامل مع الكيانات التشغيلية على دور الإدارة في المؤسسة. يعني احنا عندنا كيانات كثيرة جدا جدا متعددة تحت اسم الكيانات الايه التشغيلية. طب بتعتمد على ايه؟ على دور الايه الإدارة. خلاص. يجب التركيز على المؤسسة من منظور إداري لضمان وتوظيف هذه الكيانات. ماشي. طب رقم عنوان اللي بعد التاني بقول ايه: إدارة المؤسسة في المرحلة الأولى من خلال تحديد الفرص الاستثمارية، القيام بدور دراسة الجدوى للمشروعات. الرقم اللي بعده: دراسة الجدوى للمشروعات. ده طبعا نقاط متعددة يا أبنائي من خلال عنوان بقول ايه. فعندنا عنوان أساسي بقول ايه: إدارة المؤسسة في المرحلة الأولى من خلال، أو نقولها بأسلوب تاني: تتمثل خطوات التخطيط، خطوات تخطيطية لإقرار او لاتخاذ قرار بانشاء مشروع. علشان ان انا خطوات تخطيطيه عشان اتخذ قرار عشان انشا اي مشروع، بنعمل ايه؟ اول حاجه تحديد الفرص الاستثماريه. تحديد الفرص الاستثماريه من النقاط الهامه جدا جدا، من الخطوات الاساسيه لاتخاذ القرار في انشاء اي مشروع. عن طريق اول حاجه ايه؟ تحليل قوائم الواردات من السلع، تحليل مصادر المختلفه الموارد الاوليه، دراسة القوة العاملة الموجودة ونوعية درجة مهاراتها، دراسة الصناعات القائمة حاليا. ماشي. يؤدي ذلك إلى إضافة مصانع الكذا، دراسة التطور التكنولوجي، مراجعة المشروعات اللي يتم تنفيذها، يتم تنفيذها عن طريق مجموعة من النقاط الأساسية.
عندنا نقاط أساسية يا أبنائي بحاول إن أنا أسترجعها مع حضراتكم أهي الفصل ده. أول حاجة من خلال بقول تحليل الفرص الاستثمارية، أول حاجة من خلال تحليل قوائم الواردات، تحليل المصادر المختلفة الموارد الأولية، دراسة القوى العاملة، دراسة الصناعات القائمة، بالإضافة إلى حاجات كثيرة جدا أخرى يا أبنائي اللي هي دراسة تطور التكنولوجي وتجارب التنمية الصناعية إلى آخره. يبقى تحديد الفرص الاستثمارية، أحدد الأول إيه الموارد الأساسية من السلع، بعد كده بحدد الموارد الأولية الواردات، وبعدين الموارد الأولية، وأحدد القوى العاملة اللي هي الإنسان، أحدد برضو الصناعات اللي أنا هعملها، هل هي متوفرة ولا مش متوفرة، يعني المواد الخام بتاعتها متوفرة ولا لأ، هل الإمكانيات متوفرة ولا لأ، أعرف برضو تطور الآلات والمعدات والأجهزة اللي أنا بستخدمها متوفرة ولا لأ، أنا عاوز أعمل أي مشروعات، ممكن يكون مشروع واحد عدة مشروعات. المشروعات ديت لازم احددها او اراجعها كمان. طيب وايه تاني يا ابنائي، وحتى نقطه مهمه جدا، لازم اعرف ايه هي تجارب التنميه الصناعيه لكل في بعض الدول. احنا هل ممكن ان انا ما اعرف تجارب الدول الاخرى، هل ممكن انفذ كل التجارب دي كلها؟ طبعا لا، باخد منها اللي يناسبني فقط، باخد منها اللي يناسبني فقط، فعشان كده بقول ان احنا بنعرف اللي يناسبنا فقط. ماشي، يعني زي ما بقول ايه، احنا مثلا عندنا تجارب تنمويه لدول كثيره جدا جدا، فانا ممكن اخد التجربه دي وهي ناجحه في دول اخرى، ممكن اخد الدول دي كلها اخدها وابدا ان انا انفذها في مجتمعي، لكن فيها يناسبني وفيها ما يناسبنيش، فانا باخد بس فقط اللي بيناسبني. ماشي، الرقم الثاني القيام بدراسه جدوى المشروعات. خلي بالكم يا ابنائي، دراسه جدوى المشروعات مهمه جدا جدا، دراسة الجدوى المشروعات مهمة جدا، يعني ببساطة جدا معرفة مدى الخسارة أو المكسب اللي أنا أعمل مشروع، أعرف في البداية خالص هل في مكسب أو في خسارة، المكسب قد إيه والخسارة قد إيه، في مكسب هدخل، في خسارة إيه هقعد. ماشي، بعد كده إحنا عندنا بقول لك هي يعني إيه كلمة دراسة الجدوى، هي مجموعة من الدراسات المتعلقة بتقييم الفرص التسويقية والإنتاجية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع. ماشي، يبقى هي مجموعة من الدراسات المتعلقة بتحديد الفرص التسويقية والانتاجية والاقتصادية والاجتماعية. طيب اهم خصائص التي تميز بها دراسة الجدوى الاقتصادية، طبعا نعرف هي ايه، اول حاجة معرفة دراسة الجدوى الايه، اول حاجة دراسة الجدوى ضرورية لكل المشروعات، منها تختلف حسب حجمها وانواعها. طيب هناك دراسات جدوى تسبق انشاء المشروع، اي مشروع اي مشروع لابد يكون فيه دراسة الجدوى. طيب عندنا طبعا حجم المشروع وطبيعته وحجم الاموال المستثمرة فيه. طيب بعد كده عندنا ارتفاع تكاليف دراسة الجدوى، احنا لما نيجي نعمل دراسة الجدوى يا ابنائي لازم بتكون دراسة ايه طبعا مرتفعة جدا. طيب أبى أعمل دراسات ودراسات متعمقة، ممكن تكون مثلا حسب المجال اللي أنا بقى إيه هكون بيه. طيب عنصر الوقت، يعني عندنا عنصر الوقت مهم جدا جدا لأي دراسة جدوى، لأن أنا ممكن أعمل دراسة جدوى دلوقتي وبعد كده بعدها بشوية أعمل دراسة جدوى، لأ يبقى التوقيت في الوقت. طيب عدم ثبات الفرص التسويقية المتاحة بالمشروع، عندنا بعض المتغيرات البيئية المختلفة ويبد ان احنا نقول ضرورة تحديث دراسة الايه الجدوى، عشان انا كده ان انا بعمل دراسة الجدوى لابد ان انا اعمل عملية تحديث لدراسة الايه الجدوى. طيب في ترابط مراحل دراسة الجدوى المختلفة، بمعنى ان في نهاية كل مرحلة يتم اتخاذ قرار. ماشي، طبعا كل مرحلة من هذه المراحل عبارة عن طبعا في مدخلات، في تحويل، في مخرجات. قبل القيام بإجراء أي دراسة تفصيلية يجب أول حاجة دراسة تمهيدية الأول يا أبنائي، أعمل دراسة تمهيدية بسيطة جدا، دراسة تمهيدية بسيطة علشان إن أنا أعرف إن أنا ممكن أقدر أوصل لإيه بالظبط، أعمل دراسة بسيطة الأول قبل ما أعمل دراسة كبيرة، والله نجحت هبدأ أعمل الأكبر، لو فشلت أبعد عنها.
ماشي. طبعا يمكن الحصول على المعلومات بإحدى الوسائل التالية، يعني أعمل مثلا أعرف المعلومات دي إزاي، عن طريق مين؟ أول حاجة عن طريق المقابلة الشخصية، مع مين؟ مع الرجال اللي احنا بيبيعوا، وأيضا والحكومة والعملاء. وطبعا بلجأ بقى لأي حاجات أخرى، يعني في حاجات أخرى ممكن أقدر أوصل بها المعلومة، أو مثلا توفير مثلا أجهزة، معدات، مصدر مالي، أي حاجة. طيب بعد كده عندنا يا أبنائي النقطة التانية، عاوزين نعرف دراسة الجدوى التفصيلية بتحتوي على ايه. دراسة الجدوى التفصيلية بتحتوي على ايه؟ أول حاجة دراسة تسويقية، فنية، تسويقية، فنية، مالية، اقتصادية، اجتماعية. يعني لما أنا بقول دراسة الجدوى التفصيلية بقى بتحتوي على مجموعة من المحتويات. دراسة الجدوى التفصيلية بتحتوي على ايه؟ أول حاجة الدراسة التسويقية، الدراسة الفنية، الدراسة المالية، الدراسة الاقتصادية، الدراسة الاجتماعية. ماشي. عندنا الدراسة التسويقية بتشمل عدة موضوعات هقولها دلوقتي، وعندنا أيضا الدراسة الفنية بتشمل، مالية بتشمل، الاقتصادية بتشمل، الاجتماعية بتشمل. يبقى احنا عندنا مجموعة من الايه، النقاط الايه، الأساسية. أهم النقاط الأساسية اللي احنا هنتكلم عنها يا أبنائي، أهم النقاط الأساسية اللي أنا هتكلم عنها هي إيه؟ أول حاجة ده عندنا دراسة تسويقية، دراسة فنية، مالية، اقتصادية، اجتماعية. الدراسة التسويقية تشمل عدة موضوعات، توصيف السوق، تحديد الطلب، توقعات العرض للسلع. ده النقاط الأساسية للتسويقية. تعرفين يا ابنائي التسويق ده مهم جدا، وان انا احدد السوق اللي انا هسوق فيه ده مهم جدا، لان يعني ممكن اعمل انتاج حاجه معينه ومفيش مستهلك، مفيش خساره جامده. لابد ان انا اوفر منتج على مستوى عالي. ليه؟ علشان يتم عمليه التسويق، التسويق تبقى عمليه ناجحه. ماشي. طيب بعد كده عندنا بعد كده بقدر الطلب والتنبؤ بيه، يعني السوق عاوز قد ايه بالظبط، ممكن اتنبأ بالعدد ده بناء على برضو ايضا دراسة علمية. عندنا يبقى في عرض للسلع، في توقعات ايضا للايه، للسلع، سواء كان السلع عاملها محلية او ايه، مستوردة. الدراسة الفنية بقى مهمة جدا جدا يا ابنائي، عن طريق ايه؟ بعض النقاط، احدد المواصفات، احدد التوقع، احدد موقع المشروع، احدد نوعية القوى العاملة، عددها ايه، مستلزمات الانتاج ايه، التكاليف، كل حاجة حددها في الدراسات الايه، في الدراسات الايه الفنية. الرقم اللي بعده يا ابنائي بقول عندنا الغرض من اي من هذه المرحلة والتوصل لمعرفة الامكانيات الفنية للمشروع. ايه الدراسات المالية؟ الدراسات المالية طبعا بتشمل ايه، عدة موضوعات. تحديد هيكل رأس المال، تحديد حجم الاستثمارات، مصادر التمويل، ايضا التقديرات الخاصة بالتدفقات. خلي بالكم يا ابني، يبقى الدراسة المالية بتشمل اعرف المال بتاعي ده قد ايه الاول، احدده. طيب بعد ما احدد انا معايا قد ايه، اعمل، طب حجم الاستثمارات ايه، اعمل مشروع صغير، متوسط، كبير. طيب احنا مثلا معايا مبلغ معين وعاوز مصادر من التمويل، هل اقدر اروح للبنك اخد منه مصدر معين، من مثلا مبلغ معين، او ان انا بستعين مثلا مجموعه من العملاء؟ طبعا. وبعدين بعد كده بعمل تصورات للتدفقات النقديه، انا معايا ايه دلوقتي، قد ايه بالظبط، يعني مثلا 100,000 جنيه هدخل بهم ايه، ومشروع ايه، وهدخل وهنجح وفي قد ايه، بنسبه قد ايه. الحاجات دي مهمه جدا يا ابني. احنا عندنا الدراسه المالية، تعرفين المال مهم جدا جدا لأي مشروع استثماري. طيب الغرض من هذه المرحلة وإعداد كشوف طبعا مالية بالإيرادات والمصروفات. طب احنا نقول بقى في احنا قلنا دراسات مالية، وقلنا فنية، ومن شوية قلت تسويقية، يبقى عندنا لسه دراسات اجتماعية، و يقولوا معايا يلا، دراسات اجتماعية واقتصادية. دراسات الاقتصادية والاجتماعية بتشمل ايه؟ اقتصادي يعني تحديد ربح الناحية التجارية للمشروع،
طيب برضو حدد الربح على المستوى القومي، يعني ايه انا يعني، هل هيبقى في استيراد، هيبقى في تصدير، الحاجات دي كلها. طيب الغرض من كده ايه؟ بحدد طبعا تقديرات الربح ايه، وهندخل بايه، واكسب ايه، واخرج بايه، وكمان معدل المخاطر ايه. خلي بالك ساعات بيبقى فيه مثلا بدخل في مشروع بيبقى فيه مخاطر، طب ممكن نسبة المخاطر قد ايه، توصل لنسبة هقدر عليها ولا مش هقدر عليه. طب رقم ثلاثة بقى بالنسبة لمرحلة التقييم واتخاذ قرار، عن طريق اول حاجة المرحلة دي بتركز على ايه، اتخاذ قرار بانشاء او عدم انشاء المشروع. يعني بتخذ قرار في الاول علشان والله انشئ مشروع او عدم انشاء الايه المشروع. طيب بقدر اقيم مشروع، يتم تقييم هذا المشروع. طيب فاذا كانت نتائج التحليل كانت ايجابية فان القرار الاستثماري بيكون مثلا، نتائج سلبية او ايجابية تبع حسب تحديد الايه او اتخاذ القرار في هذا الموضوع. هل في علاقة بين دراسة الجدوى والازمة المالية؟ طبعا، لان احنا طبعا عارفين يا ابنائي، يعني انا كنت حضرت ندوة لكبار رجال الاقتصاد، بيقول ان الازمة المالية، الازمة المالية يعني ايه ازمة مالية؟ ان يعني مثلا ايه، كان حددها مثلا فترة معايا بيقول لك مش هتزيد عن 3 سنوات ومش هتقل عن سنتين، وبيقول لك ان في مثلا ايه، في بنوك ممكن قفلت وفي بنوك تنضم الاتنين مع بعض عشان يبقى بنك واحد، وحصلت ازمة مش على المستوى المحلي على المستوى العالمي. طب هل في علاقة؟ طبعا، علشان ان انا اخد اي مال او مصدر تمويل من مكان معين، وانا مثلا لان مصر في مصدر تمويل للبنوك، عشان اخد مصدر تمويل او حاجة زي كده مفيش، مش فيش في مساندة، فعشان كده مفروض ان انا اعرف هل في علاقة ولا لا. ايوه في علاقة بين الاتنين. ماشي. الهدف من دراسة الجدوى هو ضمان تحقيق عائد مناسب لاصحاب رأس العمل وضبط الاستثمار في كل القطاعات. طيب بعد كده عندنا، هل يوجد طلب كافي مع المنتجات وخدمات المشروع المؤسسة؟ عندنا نروح بقى العنوان أساسي ثالث في الجزء ده، بقول ايه، إدارة المؤسسة في مرحلة تصميم وإنشاء الكيانات التشغيلية. إدارة المؤسسة في مرحلة تصميم وإنشاء الكيانات التشغيلية عن طريق إيه؟ أول حاجة مرحلة تشغيل، نقولها بقى من مجموعة من الكيانات. أول حاجة رقم بقول مرحلة تشغيل المؤسسة، الكيان المادي، اختيار الموقع، اختيار الموقع. بعد كده عندنا نقطة أخرى، يبقى احنا اتكلمنا، هنقول بس من خلال هذه النقاط الايه الأساسية. أول حاجة بقول في النقطة ديت، إدارة المؤسسة في مرحلة تصميم وإنشاء الكيانات التشغيلية. طيب أنا هتكلم عن ايه، عن مجموعة من النقاط. أول حاجة مرحلة تشغيل المؤسسة، بعدين الكيان المادي، بعدين اختيار الكيان المادي، والكيان المادي في مجموعة من النقاط، اختيار الموقع، في عندنا برضو اختيار الموقع، تجهيز المكان، تعدد المباني، ده الكيان اللي احنا اتكلمنا عنه. بعد كده عندنا الكيان الاجتماعي، الكيان الوظيفي، الكيان الفني، الكيان السلوكي، مجموعة من الايه الكيانات. ماشي. هنمسك اول كيان اللي هو الكيان الايه المادي. طبعا زي ما انتم عارفين يا اولاد ان الكيان المادي من اهم الكيانات، من اهم كيان، يعتبر اهم كيان. ليه؟ ما فيش بنعمل من خلاله ايه؟ اول حاجه من خلال من نقاط، عده نقاط متعدده. اول حاجه اختيار الموقع، انتوا عارفين اختيار الموقع مهم جدا يا ابنائي، لان انت عارفه لما نختار الموقع مكان المشروع مهم جدا. ازاي؟ ممكن اختار ما في مكان، والمكان ده يكون بعيد جدا جدا عن الايدي العمل، عن العماله، بجانب مثلا اللي هي الخدمات الاساسيه زي المياه والكهرباء والحاجات دي من الصعوبه توصيلها. حاجه تانية بقول المكان اللي انا هعمل فيه المشروع ده بعيد عن سكن، عن السكن او المساكن، ف
فعلشان ان انا العمال ييجوا من مكانهم لغاية المشروع، عاوزين طبعا بدل سفر، او عاوزين ايه تاني، مفيش بدل سفر مثلا، عاوزين توفير ايه اقامة. فعشان كده ممكن الاقامة دي تكلفني مبلغ كتير جدا، وبدل سفر يكلفني مبلغ كتير جدا. فعشان كده يا ابني ايه، اختيار الموضوع الموقع نفسه او المكان نفسه مهم جدا جدا بالنسبة لأي ايه مشروع. عندنا معايير، في عندنا معايير ملموسة ومعايير غير ملموسة. المعايير الملموسة مرتبطة بإيه؟ أول حاجة بالعملاء، أماكن العملاء، تكاليف النقل، ظروف العمل، وأيضا تشغيل الإيه المشروع. المعايير الغير الملموسة طبعا من خلال برضو عدة نقاط أساسية. عندنا مشكلة اختيار برضو موقع، البعد المكاني أو المسؤولية الاجتماعية للمشروع. بعد كده عندنا يا ابناء ازاي نجهز المكان، نجهزه ازاي، اختيار الشكل المناسب للمباني برضو مهم جدا جدا، تعدد المباني، يعني مثلا عشان اصمم مبنى معين لابد يكون ايه، بقولك في تسهيلات في المكان، في اجهزة للتبريد، في مثلا ايه سهولة في عملية الاتصال، في سهولة في الناحية اللي مثلا ايه اقدر انا اعمل مثلا في المكان ده متوفر فيه ناس، ان انا ممكن اقوم بعملية صيانة مثلا. دي مهم جدا يا ابني. طيب الرقم التاني اللي احنا بنحدده اللي هو الكيان الاجتماعي. الكيان الاجتماعي، احنا عندنا الكيان الاجتماعي من الكيانات برضو الهامة. طب يعني كلمة اجتماعي يعني ايه يا ابني؟ كلمة اجتماعي هو علاقات بين الافراد. اجتماعي يعني علاقات بين الافراد. يبقى احنا كده يا ابني بقول كلمة اجتماعي، اجتماعي يعني عندنا كلمة اجتماعي يعني تنظيم العلاقات، تنظيم العلاقات بين الافراد، صلح اجتماعي وتنظيم العلاقات بين الافراد. طيب احنا عندنا طبعا التنظيم العلاقات بين مين، بين الرؤساء والمرؤوسين او بين اللي عاملين بعضهم مع بعض. طبعا احنا عندنا دايما يا ابنائي اتصال صاعد، عندنا اتصال افقي واتصال راسي. الاتصال الافقي علاقة الافراد المتماثلة وتشابه بعضهم مع بعض. الاتصال الراسي ممكن يكون صاعد وممكن يكون هابط. صاعد الهابط من الرئيس للمرؤوسين، الصاعد مرؤوسين للرئيس. عشان كده الكيان الاجتماعي مهم جدا، لان لابد ان احنا يكون في تفاعل بين الافراد. لما يكون في تفاعل بيبقى لحد ما بيبقى في حده في الصراعات بين الافراد، في حده وطبعا ما يكون في زياده في حده الصراعات بين الافراد وبين الحاجات دي كده بيؤثر على المؤسسه تاثير سلبي. طبعا لو لكن احنا لو اهتمينا بالكيان الاجتماعي بيكون اللي احنا بنقول عليه اللي هي التنظيمات الغير رسميه. الكيان الاجتماعي ده اللي يعتبر ان احنا بنقول عليه اللي هي التنظيمات غير رسمية، ولا يوجد تنظيمات رسمية بدون التنظيمات الغير رسمية اللي هي العلاقات بين الافراد. الكيان الوظيفي، الكيان الوظيفي هو افضل الطرق للوصول الى افضل الطرق والوسائل التي تمكن المؤسسة من استغلال مواردها افضل، وبتؤدي الى زيادة انتاج خاصة في الاجل الايه الطويل. ماشي. طيب احنا دلوقتي في عرض تفصيل المحاور الاساسيه للكيان الوظيفي. تتعدد المحاور الاساسيه للكيان الوظيفي عن طريق مجموعه من الانشطه، تخطيط، تنظيم، تنسيق، رقابه. وعندنا محور الانتاج او محور الانتاج، وايضا محاور ايه اخرى بحيث في التطوير، وعندنا محاور اخرى اللي هو محور التسويق ايضا. واحنا عندنا ايه التسويق مهم جدا ايضا. ده بالنسبه للكيان الايه الاجتماعي. طيب احنا عندنا دايما بيقول لك عندنا علاقات، عندنا علاقات متبادله، علاقات تبادليه بين كافه محاور الكيان الوظيفي، معنى كل محور لا يعمل منعزل عن المحاور الاخرى. ماشي. الكيان الفني، يرتبط هذا الكيان باداره العمل الفني المرتبط بعمل المؤسسه، حيث التطوير والتحسين المستمر طبقا للتقنيات التكنولوجيه الحديثه ومتطلبات احتياجات العملاء. يبقى اول حاجة الكيان الفني يكون بادارة العمل مرتبط بعمل المؤسسة بتطوير وتحسين مستمر طبقا للتقنيات التكنولوجية الحديثة ومتطلبات واحتياجات العملاء.
طيب ان عمليه التطوير والتحسين والابتكارات منتجات جديده عمليه تتصل بالاستمراريه. عندنا الكيان التاني يا ابنائي اللي هو الكيان الايه الرسمي. عندنا دلوقتي نقطه اخرى اللي هي عن كيان الايه الرسمي. الكيان الرسمي الكيان الايه اقصد السلوكي. تعرفين كلمه سلوك؟ هي نشاط ذهني وجسمي ونفسي. السلوك هو نشاط ذهني وجسمي. السلوك هو مجموعه من الافعال والتصرفات والانشطه التي يقوم بها الانسان من اجل ارضاء متطلباته الاوليه والثانويه حتى يستطيع الانسان ان يتكيف في المجتمع. السلوك هو ايه؟ السلوك هو ايه؟ السلوك هو المظهر الخارجي للانسان من خلاله ان انا اقدر احكم على الانسان اذا كان سلوكه سوي او غير سوي. يبقى احنا عندنا السلوك هو مجموعه من الافعال والتصرفات والانشطه التي يقوم بها الانسان من اجل ارضاء متطلباته الاوليه والثانويه حتى يستطيع الانسان يتكيف في المجتمع. السلوك هو المظهر الخارجي للانسان من خلاله يحكم على الانسان اذا كان سلوكه سوي او غير سوي. السلوك هو نشاط ذهني وجسمي. السلوك هو نشاط ذهني وجسمي ونفسي. طيب اما اتكلم عن الكيان السلوكي، لو كان الانسان سلوكه ايجابي بيعود على المنظمه بالنفع، سلوكه سلبي بيؤثر على المنظمه بالايه بالسلب. ايه اهم العوامل المؤثره في السلوك؟ ايه الاهم العوامل المؤثره في السلوك؟ العوامل كثيره جدا يا ابنائي، طبعا هي معروضة عندنا في الكتاب بأسلوب بسيط جدا، لكن لما اجي اقول اللي هي العوامل المؤثرة في السلوك الإنساني هي عوامل شخصية وعوامل بيئية. العوامل الشخصية اللي هي عقلية ونفسية واجتماعية، عقلية ونفسية واجتماعية. عندنا عوامل أيضا بيئية وبتتكلم بقى عن الثقافي والحضاري، ماشي. انتوا عارفين يا ابنائي اما اتكلم عن العوامل الشخصية ايه حاجة خاصة بالانسان زي العقلية اللي هي قدرة الانسان على التفكير وفروق يوجد فروق فردية من الافراد حسب المستوى او حسب قدرته الايه العقلية، يوجد فروق فردية في القدرات العقلية. ايضا بالنسبة للقدرات الجسمية في فرق بين الطول والطول مثلا والقصر، واحد طويل حتى قصير، مثلا واحد سمين والتاني نحيف. نقول ايضا واحد عنده قدرات بدنية والتاني مش عنده قدرات بدنية. طيب ده بالنسبة ده بالناحية النفسية بقى. خلي بالكم في البعض لا يعني ايه يهتم بالجانب النفسي والبعض الاخر بيهتم بالجانب الايه النفسي. خلي بالكم البعض بيهتم بالجانب النفسي والبعض الاخر لا يهتم بالجانب الايه النفسي، لكن بقول لكم يا ابنائي الاهتمام بالجانب النفسي مهم جدا جدا، لانه طبعا بيخلي الانسان روحه المعنويه ايه مرتفعه. عندنا طبعا الانواع من السلوك والتعرف على اسبابها الحقيقيه وهذه الانواع. مثلا عندنا سلوك شخصي، سلوك وظيفي، وسلوك شرائي. السلوك الشخصي للافراد في المجتمع بصفه عامه التعرف عن ايه انطباعهم عن الايه المؤسسه. السلوك الوظيفي لدى العاملين في المؤسسه، والسلوك الشرائي اللي هم خاص بالعملاء خارج الايه المؤسسه. طيب احنا عندنا الكيان المعلوماتي. انت عارفين كلمه معلومات يا اولاد هي مجموعه من البيانات احنا بنستخدمها في كل المجالات الوظيفيه، او نقول هي الماده الخام التي تدعم وظائف الاداره زي التخطيط والتنظيم والتنسيق والرقابه والمتابعه. الكيان المعلوماتي احنا دلوقتي يا ابنائي مفيش وظيفه بدون معلومات، يعني مثلا المحامي لازم يجمع معلومات، القاضي لازم يجمع معلومات، العضويه التدريس لازم يجمع معلومات. اي انسان داخل المجتمع ما يقدرش يتفاعل في اي منظمه او يتفاعل مع الاخرين الا من خلال ايه معلومات ايه اساسيه، من خلال معلومات ايه اساسية. طيب وطبعا المعلومات دي بتختلف من مجال الى مجال ايه اخر، يعني مثلا المعلومات في مجال الصيدلة بتختلف عن كلية الطب، بتختلف عن مثلا
كل التجارة بتختلف عن آداب، بتختلف يعني إلى حد ما في معلومات، لكن المعلومات دي بتختلف من مكان إلى أو من مجال وظيفي إلى مجال وظيفي آخر. فعشان كده ده مهم جدا يا أبنائي معرفة الجزء ده. طيب إيه طبعا من خلال منظومة أساسية للكيان المعلوماتي، هي مجموعة من العناصر: جمع وتحليل بيانات، تسجيل البيانات، تخزين المعلومات، إدارة المعلومات. إن عشان نتحدث عن أهمية الكيان المعلومات اللي يحتاج إلى إن المعلومات بتلعب دور أساسي في اتخاذ قرار. خلي بالكم هما جدا لازم تعرفوه إن المعلومات مهمة جدا في عملية اتخاذ قرار. ليه؟ لأن أنا ما أقدرش أتخذ قرار لما توفر ليا مجموعة من البيانات خاصة بالموضوع اللي أنا بدرسه. ما توفرش معلومات أنا أقدر أتخذ قرار إزاي؟ ماشي. يبقى اول حاجه يا ابنائي في العناصر الاساسيه الخاصه بالكيان المعلوماتي: جمع وتحليل معلومات، تسجيل البيانات، تخزين المعلومات، اداره المعلومات. طيب هل له اهميه؟ طبعا له اهميه كبيره جدا جدا، لان ما اقدرش ان انا بقول اي مجال وظيفي دون المعلومات، او ما اقدرش ان انا ادعم الوظائف الاداره اللي هي التخطيط والتنظيم والتنسيق والرقابه الا من خلال المعلومات. عندنا بعض المتغيرات هنتكلم عنها. عندنا متغيرات داخليه ومتغيرات داخليه ومتغيرات خارجيه محليه ومتغيرات خارجيه دوليه ومتغيرات عالميه خاصه وعامه. يبقى احنا عندنا مجموعه من المتغيرات، او نقولها باسلوب اخر، من اهم المتغيرات الخارجيه على المستوى المحلي او الدولي او العالمي ايه هي؟ ممكن تكون اقتصاديه، سياسيه، ايضا متغيرات مثلا تحالف عسكري، متغيرات اجتماعيه. كل هذه المتغيرات يا ابنائي بتختلف الى حد ما من في الداخل او في الايه او في الخارج. يبقى احنا عندنا متغيرات اقتصادية، سياسية، اجتماعية، ايضا اخلاقية الى اخره. طيب من بين المتغيرات الخارجية عندنا متغيرات الاقتصادية تشمل ايه؟ حكاية الرواج اللي هي الرواج والكسل. ماشي. طيب متغيرات سياسية ممكن تكون اتكلم عن الديمقراطية، عن الاستقرار السياسي، عن العلاقات السياسية بين الدول بعضها مع بعض. طبعا التغيرات عن طريق التحالف العسكري، طبعا ده يا ابنائي خاصة بالحروب. خاصة بالحروب. ايه المتغيرات الاجتماعية؟ خاصة بالقيم والاتجاهات الاجتماعية وخاصة بالطبقات. بنقول بقى طبعا ان كل كيان يعتبر كيان معقد في تكوينه. طيب ان جميع هذه الكيانات متداخلة العلاقات. طبعا في تأثيرات ايضا من البيئة الخارجية. ننتقل الى نقطة اخرى يا ابناء. ايه الانواع المختلفة للمؤسسات من المنظور الاداري؟ بنتكلم عن تصنيف المؤسسات من المنظور الإداري، أنواعها حسب الملكية، حسب النشاط، حسب الشكل القانوني، حسب الأهداف، حسب الموطن الجغرافي. يبقى احنا بنتكلم دلوقتي هنتكلم برضو عن أنواع المؤسسات طبقا للملكية والنشاط والشكل القانوني والأهداف. ماشي. الملكية، عارفين يا ابنائي عندنا نوعين من الملكية: ملكية عامة وملكية خاصة، او مؤسسات خاصة مملوكة للافراد، مؤسسات عامة تبقى ملك الدولة، او ممكن تكون مش ملكية كاملة لكن مشتركة مع جهات اخرى حسب النشاط. بقى كل مؤسسة ممكن تكون لها نشاط خاص بها. زي عندنا مؤسسة صناعية وتجارية وخدمية، مؤسسات كثيرة جدا. أنواع المؤسسات: الشكل القانوني،
طيب عندنا ايضا مثلا شكل قانون ممكن مؤسسات فردية، مؤسسات شركات اللي هي الاشخاص، او مؤسسات شركات الاموال. طبعا بتختلف يا ابنائي حسب النشاط وحسب عدد الافراد وحسب اتجاههم ايه بالظبط. لما نتكلم عن انواع المؤسسات طبقا للاهداف، هدف اساسي عشان تكونوا عارفين يا ابنائي، ومن النهاية كده الهدف الاساسي لاي منظمة هو الربح. اقول لك لا، ده احنا هدفنا الاساسي لاي مشروع استثماري ان احنا نوصل بالافراد اللي موجودين الى اعلى مستوى، او ان ايه ان احنا نحقق منفعة او مصلحة للمجتمع. ماشي، ممكن يكون عندهم هدف ده برضه، بس عشان تكونوا عارفين، وانا من الاخر هدف اي مشروع استثماري هدف الربح، والهدف الاساسي ارباح. انواع المؤسسات طبعا حسب الموطن الجغرافي. عندنا مؤسسات محلية وقومية وعالمية أو دولية. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي عن أنواع المؤسسات من المنظور الإداري وبالتفصيل. ما نتكلم مثلا عن مؤسسة فردية، ما نعرض بقى الملامح وخصائص كل نمط من هذه الأنماط، المؤسسات الفردية ومؤسسات شركات تضامن الأموال أو شركات التضامن. المؤسسة الفردية، المؤسسة ديت شخص واحد ممكن يمتلك هذه المؤسسة بمفرده ويسيطر عليها وحده سيطرة كاملة، هي المؤسسة الفردية. وممكن تكون ايه المؤسسات دي لها نشاط واحد او عدة. اسمع منكم، المؤسسة ممكن يكون لها نشاط او عدة. او عدة انشطة. خلي بالكم يا ابنائي الحته دي مهمه قوي. يعني المؤسسه نفسها ممكن يكون لها نشاط او عده ايه انشطه. دايما هناك بعض القوانين بتحكم هذه المؤسسات الفرديه، خلي بالكم في كل حاجه، مش مثلا في حاجه واحده، لا ده في قانون بيحكم المنظمات او اي مشاريع فردية أو متضامنة أو شركات الأموال، يعني في شركات يعني، أو في تضامن بين الأفراد عاملين أي مشروع، في قوانين بتحكم هذا المشروع على اختلاف أشكالها وأنواعها وحجمها والمجال اللي هتشتغل فيه. طيب احنا عندنا المؤسسات الفردية ممكن ايه لحد ما ممكن تعاني برضه مشكلات، اللي هي مشكلة الوراثة. ازاي يعني مثلا ايه مشكلة الوراثة؟ ازاي يعني مثلا في شركة يديرها شخص معين بيكون قوي له شخصيته، فاهم يتعامل مع الاخرين ازاي. طيب توفى الشخص ده فيديره ابنه، ابنه ده ممكن ما يكونش لسه عارف اي حاجة يعني عن طريق الوراثة، فلحد ما هيقلل يرث الابن عن ابيه قدرته ومهارته الادارية، ده لو ورث الحاجة دي. لكن اذا حدث العكس هيحصل فشل لهذه الايه المنظمة. شركات التضامن، مشروع يملكه ويديره شخصين او اكثر، الهدف منها ايه؟ تجميع قدرات واموال العاملين. ماشي. طب الهدف الاساسي للشركات دي ايه؟ بيكونوا متضامنين في المسؤوليه تضامنا كاملا، لو في خساره بيشيلوها سوا، في مكسب بيشيلوها ايه سوا كده. يا ابنائي خلصنا فصل، هبدا اعرض مجموعه من الاسئله. ماشي. السؤال الاول، وضح المصطلحات التالية. خلي بالكم يا ابنائي احنا رجعنا دلوقتي زي زمان، ازاي بقت الاسئلة عادية خالص زي سنوات سابقة. هقول السؤال الاول، اشرح المصطلحات التالية. اجي لك مثلا مصطلح ايه؟ كلمة سلوك. احنا عرفنا ايه كمان النهاردة؟ ادارة. عرفنا كلمة المؤسسة. ثلاث مصطلحات يا ابنائي مهمين جدا. يبقى احنا عرفنا ثلاث مصطلحات هنكتبهم تحت ايه؟ السؤال الايه الاول. السؤال التاني، اقول لك اكتب بالتفصيل في النقاط الايه التالية. اول حاجة في الجزء ده، في بقول لك اكتب بالتفصيل في النقاط التالية من خلال مجموعة من الايه النقاط. اول حاجة في اللي هو ترتيب الايه، اقول لك اتكلم عن مفهوم المؤسسة من منظور ايه اداري، مفهوم المؤسسة من منظور اداري من خلال كام نقطة، خمس نقاط أساسية. الرقم التاني هقول لك اتكلم عن إدارة المؤسسة من
في المرحلة الأولى اللي هي نقولها بعنوان آخر، إيه الخطوات التخطيطية لاتخاذ قرار بإنشاء أي مشروع. الرقم الثالث أقول لك اتكلم عن دراسة الجدوى، جدوى بس بطريقة تفصيلية، ماشي تفصيليا. بعد كده هنتكلم عن ايه في نقطة بعد كده، ايه هي اهم الكيانات، يعني نقول بقى تحت عنوان اقول لك ايه ادارة المؤسسة في مرحلة التصميم وانشاء الكيانات التشغيلية، ماشي. ده برضو سؤال، اللي هي الكيانات، انواع المؤسسات، انواع المؤسسات، انواع المتغيرات، دي كلها تحت عنوان اكتب في النقاط الايه التالية. يبقى احنا قلنا سؤالين يا ابني، وضح المصطلحات وقلت مجموعة من النقاط المصطلحات، والسؤال التاني قلت ايه اكتب في النقاط الايه التالية. بقى عندنا ايه سؤال اللي هو بقول لك ده علامة صح والعبارة الصحيحة، وبرده في سؤال رابع اللي هو لك اختار بين الايه الاقواس، ماشي. اول حاجة في الجزء ده هنتكلم عن ايه؟ هنقول بقى الايه العبارات الصح والغلط، ماشي. خليكم معايا ابنائي، ناخدها واحده واحده كده تبع تسلسل الكتاب. طيب هنقول المؤسسه هي كيان رسمي يضم عديد من الافراد كل منهم يتفاعل مع الاخر عشان يحقق اهدافه. العباره صح، العباره صح. هنقول المؤسسة هي كيان رسمي يضم مجموعة من الأفراد كل منهم يتفاعل مع الآخر أيضا عشان يحقق الإشباعات النفسية والاجتماعية والمادية. العبارة أيضا صح. الإدارة هي عملية فنية تقوم بوظائف وظائف متعددة زي التخطيط والتنظيم والتنسيق والرقابة والمتابعة. العبارة صح. يبقى احنا قلنا الجزء الايه الأول. نقول ايه تعتبر الاداره او الكيان الاداري نقطه ارتكاز الاولى والاساسيه في انشاء المؤسسه. فكروا معايا قبل ما اقول صح ولا غلط، ها العباره صح. هل الكيان، نقول ايه الكيان الاداري هو كيان محوري بتركز عليه كل الكيانات الاخرى. العباره صح. التخطيط هو، التخطيط هو رسم السياسات وتحديد المهام والتنبؤ بالمستقبل حسب الكيانات المادية والبشرية. العبارة صح. التنظيم هو تقسيم العمل بين الأفراد حسب التخصص أي وضع الفرد المناسب في المكان المناسب. العبارة صح. إدارة المؤسسة في المرحلة الأولى اللي هي الخطوات التخطيطية لاتخاذ قرار من خلال ايه؟ اول حاجة تحديد الفرص الاستثمارية، تحديد الفرص الايه الاستثمارية، ماشي. بحدد الاول حاجة تحديد الفرص الاستثمارية. الرقم التاني القيام بدراسة الجدوى. الرقم التالت فكروا معايا اللي هي ايه، ها مرحلة التقييم واتخاذ القرار. العبارة صح. طيب تحت تحليل قوائم الواردات من السلع من الفرص الاستثمارية. العبارة صح. السلوك هو مجموعة من الدراسات المتعلقة بتقييم الفرص التسويقية والإنتاجية والاقتصادية والاجتماعية. العبارة غلط. العبارة ايه خطأ. عنصر الوقت بالنسبة لي الدراسات الجدوى بيعتبر مهم جدا. العبارة صح. اي خطأ في اي مرحلة من مراحل مراحل دراسة الجدوى يؤدي لأخطاء في المرحلة التالية. العبارة صح. دراسة الجدوى التفصيلية بتحتوي على دراسات التسوية الفنية فقط. العبارة غلط.
الدراسة التسويقية تشمل توصيف السوق وتقدير الطلب فقط. العبارة خطأ. الدراسات المالية بتتمثل في تحديد هيكل رأس المال وحجم الاستثمارات فقط. العبارة غلط. مرحلة التقييم واتخاذ القرار بتعتبر من النقاط الأساسية لأي مشروع. العبارة صح. يوجد علاقة بين دراسة الجدوى والأزمة المالية. العبارة صح. طيب إدارة المؤسسة في مرحلة تصميم وإنشاء الكيانات التشغيلية من خلال مرحلة تشغيل المؤسسة تشغيل المؤسسة والكيان المادي فقط. غلط. الكيان الاجتماعي، خلي بالكوا يا ابني، الكيان الاجتماعي يرتبط بتنظيم العلاقات بين الأفراد أو العنصر البشري. العبارة صح. طيب نقول نقطة أخرى. الكيان الوظيفي يتعلق به البحث عن أفضل الطرق والوسائل التي تمكن المؤسسة من استغلالها. العبارة صح. الكيان الفني يرتبط هذا الكيان بالتطوير والتحسين المستمر طبقا للتقنيات التكنولوجية الحديثة. عبارة صح. الكيان السلوكي نعرف مدى توجه سلوك الإنسان أو توجهه سلبي أو إيجابي. تقول عن طريق الكيان السلوكي. العبارة صح. تعديل أو تحليل سلوك العاملين، نبدأ الأول نتعرف على دوافعهم الحقيقية الاستفادة منها في تحفيزهم. العبارة صح. الكيان المعلوماتي يتمثل في جمع وتحليل وتسجيل مع البيانات فقط. العبارة غلط. يوجد متغيرات كثيرة جدا، منها متغيرات داخلية متغيرات خارجية فقط. العبارة غلط. العبارة ايه؟ خطأ. أنواع المؤسسات تتمثل في حسب الملكية والنشاط والشكل القانوني فقط. العبارة غلط. يوجد نوعين من المؤسسات، مؤسسات خاصة ومؤسسات عامة. العبارة صح. هناك مؤسسات تسعى إلى تحقيق أرباح وأخرى لا تسعى إلى تحقيقها مثل المؤسسات الحكومية. العبارة صح. أبناء وبنات طلاب الفرقة الثالثة شعبة إدارة الأعمال بالمعهد العالي إدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ، مادة إدارة الأعمال الدولية. طبعا بناء على تعليمات سيادة العميد الأسئلة ترجع زي زمان، زي إيه مثلا؟ سؤال أقول لك وضح المصطلحات التالية، وعندنا سؤال صح وغلط، وسؤال أيضا إيه أكتب في النقاط التالية. خلي بالكم مش قلت لكم كده، ممكن إن شاء الله الحاجة دي ترجع مرة تانية. ورجعت مرة تانية. فعشان كده يا أبنائي نحاول نذاكر مذاكرة جادة زي سنوات سابقة، مش العام الفاضل، لا السنوات اللي قبل كده. طبعا انتوا كنتوا معايا في الفرقة الأولى وعارفين نظام الامتحان ازاي. هقول لك في السؤال الأول وضح المصطلحات التالية، السؤال التاني صح وغلط، السؤال التالت أيضا هيكون أقول لك ايه، ها ممكن يكون في أسئلة اختيارية، وممكن يكون عندنا أسئلة اختيارية، وممكن يكون عندنا الأسئلة الصح والايه والخطأ. فحاول يا ابني ان الكتاب مع المحاضرة، خلي بالكم الكتاب مع المحاضرة بجانب، بعد ما تذاكر تفتح بنك الأسئلة. ممكن يكون بنك الأسئلة مش العام ده، العام السابق، لأن ما فيش بنك أسئلة السنة دي على الموقع.
هيكون فيه بس فقط ممكن يكون ترجع له بنك الاسئله السنوات الايه السابقه. والفصلين دول يا ابنائي اللي هو الفصل اللي انا بقول اللي قلته تحرير التجاره الدوليه والفصل المنظمه المؤسسه منظور اداري، هما دول هيكون فيهم امتحان ميد ترم، والامتحان ميد ترم مع الامتحان الفاينل مره واحده. الست العميد قال لي خلوا امتحانات النهائي الفاينل معاها بس هيبقى ورقه لوحده في نفس التوقيت مع بعض الاثنين. واشكركم ابنائي وبنات طلاب الفرقه ثالثه شعبه اداره الاعمال معهد العالي واداره التكنولوجيا والمعلومات بكفر الشيخ. كان معاكم الدكتوره هناء احمد خليل. كل سنه وحضراتكم طيبين.